وصلنا إلى جيم من الجزء 19 بعنوان مصيبة الموت. نستمر. رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم 2999 و2000. وكما روى ابن روي عن أبي سعيد وعن وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هكذا فقد الصبي عز ما عنده في الدنيا وهو الوالدان، فكأنهما تعاهدا على ألا يفترقا فالتحق بربهما، ولم يكن الفاصل بينهما سوى أقل من شهر، فرحمهم الله رحمة واسعة. كانت تلك صدمة لقيها علي زعزعت كيانه، وأصابت منه أكثر مما أصاب منه المرض الذي لا زالت آثاره يعاني منها إذ ذاك، فقد ضعفت قوته وانهارت صحته، وهنا شعر باليتم. واليتيم كما هو معلوم يترجى العطف من كل الناس، فمرت عليه أيام قاسية وشهور قاتمة، ونسي كل شيء حتى قراءته وقرآنه، مكث في البادية مدة ليست مكث إذ مكث أو مكث في البادية مدة ليست بقليلة. ولما طال به المكث واستثقل الفراغ أخذ يصاحب أحد خويه للعمل في الحقل، لكنه لا يزاول أي عمل بصفة منتظمة، لأنه أصبح لا أجنبيا على البادية وأشغالها. وفي الحقيقة كان محترما لدى أخويه، لا يكلفانه قيام بأي عمل، لأنه أولا أصغرهما، ولأن أعمال البادية شاقة لا يقوى هو على ممارستها، فهو إذن لا يقوم بأي عمل إلا عن طواعية، وعندما يراه سهلا ميسرا. وهكذا توالت الأيام والشهور وهو على هذا الحال. انتهى هذا الجزء. نلتقي مع الجزء الموالي، الجزء 20، الاستقرار في مراكش. صحيح. السلام عليكم.